نروح للخبر اللي بعد كده، ويبدو ان الكره الطائره يعني السنه دي مركزين بشكل جيد، سواء على المستوى الكبير الفريق الكبير رجال، وعلى كمان الناشئين والشباب. خبر جيد يمكن فرحنا بيه اليومين اللي فاتوا، وكمان اتذاع على قناه النادي الاهلي، فوز فريق 19 سنه للكره الطائره او تحت 19 سنه بقياده الكابتن حسام شعراوي ببطوله القاهره، بعد ما فاز على نادي الشمس الفريق العنيد القوي بنتيجه 3-0. الاصوات جاءت كالاتي: 25-22، 25-14، 25-16 في مباراه قويه قدمها الشباب. الف مبروك. كاميرا الابطال كانت موجوده في قلب الاحداث او في قلب المباراه، سجلنا التقرير ده مع اللاعبين والجهاز الفني. اتفرج على التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. هو بصراحة احنا بادئين استعدادات من شهر 7، من يوم 1/7 تقريبا لغاية دلوقتي. الفرقة ملتزمة جدا، يمكن كان في بعض الصعوبات شوية عندنا بعض اللعيبة في منتخب الشباب تحت 21، منتخب الشباب تحت 19. طبعا بيبقى فترة كبيرة مع المنتخب، بس الحمد لله اللعيبة راجعة واقفة على رجليها. جهاز المنتخب 21 والشباب كانوا الحمد لله كويسين جدا، واللعيبة واقفة راجعة على رجليها فعلا. بالنسبه للماتش بتاع النهارده، احنا كنا مركزين جدا، عارفين مدين محاضره كويس للفرقه هنلعب على مين، اذا كان في الاول او في النص او في الاخر، والحمد لله اللعيبه نفذت كلام بالظبط جدا الحمد لله، وربنا كرمنا والماتش مش زي ما احنا كنا رسمين وعايزين الحمد لله. الحمد لله على المكسب والبطوله. احنا كنا داخلين البطوله مركزين من اول ماتش ان احنا لازم نجيب البطوله دي، والحمد لله النهارده كنا مركزين ودارسين فرقه الشمس كويس، والحمد لله قدرنا ننفذ اللي كابتن حسام قاله لنا، والحمد لله خدنا البطوله يعني. هو طبعا كان دايما بيكلمنا على اهميه البطوله، عشان دي دفع لنا لبطوله الجمهوريه بعد كده، فاحنا لازم نخش ناخد البطوله عشان الفرقه اللي بتيجي تتفرج علينا، في فرقه بتيجي تتفرج علينا، فلازم نبقى قد المسؤوليه وناخد البطوله عشان دي تبقى دفع لنا لبطوله الجمهوريه. بطوله مركزين فيها من اول ما بدانا، والحمد لله كسبنا فريق الشمس فريق كويس، كسبناهم 3-0 في الفاينل، والحمد لله برضو مجهود كابتن حسام معانا، الجهاز كله، دكتور محروس وكل اللي موجودين. كابتن حسام كان عامل خطه قبل الماتش، يعني قال لنا هنلعب على مين وهنعمل ايه علشان الماتش يبقى سهل، والحمد لله كسبنا الحمد لله. لا احنا الحمد لله كنا مجهزين اول الماتش ده كويس، بقى لنا اكتر من اسبوعين يعني احنا جاهزين للماتش ده، من اول بري سيزون لغايه دلوقتي احنا بنجهز الماتش ده، بس داخلين الماتش بكل تركيز وجاهزين يعني الماتش ده. لو كابتن حسام اجتمع بينا مرتين، مره في التمرين التراي ماتش والنهارده قبل الماتش، جايين مخصوص بدري قبل التمرين عشان قبل الماتش عشان نتكلم في اللي هنلعب ازاي في الماتش والطريقه بتاعتنا بس، والحمد لله الطريقه نجحت يعني. والله احنا بنتمرن مع كابتن حسام يعني على كل اللي بيحصل ده، يعني اتمرنا في مواقف الملعب دي قبل كده كتير، فيعني كنا قبل الماتش مستعدين كويس الحمد لله يعني. وقالنا اللي احنا نلعب سيرف على علي وائل اللي هو احسن ضارب عندهم يعني، فعشان نقدر نوقفه يعني بس، فالحمد لله يعني قدرنا نلعب وكسبنا. الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نكسب الماتش 3-0 باقل مجهود. احنا من الاول عارفين احنا هنلعب ازاي، ومع كابتن حسام شعراوي عارفين بالظبط هنلعب ازاي وايه التكتيكات والحاجات اللي احنا عايزين نلعب بيها، عشان كده الماتش كان سهل بالنسبه لنا الحمد لله، قدرنا نكسب 3-0. طبعا لسه في بطوله الجمهوريه، يعني احنا فرضنا اسلوبنا يعتبر يعني ان شاء الله عشان نبدا الجمهوريه ان احنا نبقى احسن. يعتبر كسبنا ماتشات الدور السته كلها 3-0، فده حاجه هتخلينا طبعا ان احنا نبدا الجمهوريه يعني مسيطرين ان شاء الله. الحمد لله كان مباراه كويسه، وكابتن حسام كان دايما بيشجعنا على البطوله دي، والحمد لله ان ربنا كرمنا وكنا عاملين فتره اعداد كويسه من اول الموسم، وكان هدفنا البطوله والحمد لله كسبنا اول. لا هو طبعا الاداء ده متعودين عليه من فرقه النادي الاهلي من زمان، واحنا جايين اصلا وعارفين ان احنا كده هنكسب بطوله، فالحمد لله ربنا وفقنا وحددنا اول. طبعا كابتن حسام مدرب كويس جدا، هو كان دايما شديد معانا في التمرين، كل التمرينات يعني تمرين كل اسبوع يعني كل اسبوع تمرين كتير 5-6 ايام، فاكيد كابتن حسام كان تمرينه كويس وكان كفايه ان هو يأهلنا ان احنا نكسب البطوله. الحمد لله النادي عمل مستوى كان جامد بصراحه، الماتش خلص 3-0 يعني الحمد لله زي ما بيقولوا بالعلامه الكامله، ف
فدي حاجه كويسه وخطوه كويسه للبطوله الجمهوريه. يعني احنا بنبص لقدام عشان لسه عايزين ناخد الثنائيه، يبقى مفيش بطوله خرجت من النادي الاهلي ان شاء الله. احنا تعبنا قوي في التمرين، كنا بنتمرن الصبح وبعد الظهر وبالليل وجيم وكل حاجه. كنت بقى عايز اشكر برضو دكتور احمد الاخصائي بتاعنا بتاع الفيتنس. انا شايف ان النهارده الماتش كان يستاهل 3-0 من بدري، واحنا داخلين عايزين نكسب 3-0 اصلا. والحمد لله قدرنا نكسب 3-0، واللعيبه كانت رجاله ولعبنا الحمد لله كويس، وان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي. الحمد لله، يعني انا كنت يعني الماتش كان سهل بسبب ان احنا كنا كويسين النهارده، وهما برده مستواهم قلوا، فيعني خلينا الماتش سهل برده بسبب كابتن حسام وكابتن كل الكباتن اللي بره، واللعيبه برده بصراحه كانوا رجاله النهارده. فبس كانت الحمد لله يعني بطوله سهله، والحمد لله يعني فرحنا جماهير الاهلي يعني الحمد لله. ماتش صعب، فرقه الشمس فرقه كويسه، بس احنا كنا نازلين احسن يعني مستعدين احسن منهم، والحمد لله يعني فرحه حلوه. ولسه ان شاء الله انا متصعد من فرقه 17، لسه ان شاء الله عندنا فاينل يوم الاحد ان شاء الله. لا الحمد لله اللعيبه كلها مركزه من اول نقطه لاخر نقطه في الماتش، وكلنا بنلعب بحماس عالي عشان ان شاء الله يعني نكسب الماتش زي ما حصل النهارده 3-0، وبطوله ان شاء الله كويسه.